تفاصيل اكتر عن حاله الطقس هتقولها لنا دلوقتي هاله. هاله قول لنا بقى تفاصيل الطقس النهارده هيكون عامل ازاي في القاهره والمحافظات. الطقس بالتفصيل، هيئه الارصاد بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري، مائل للبروده بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على اغلب الانحاء، وفي فرص امطار خفيفه على القاهره الكبرى، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نتعرف بالتفصيل عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك يا فندم. تفاصيل الطقس النهاردة من حضرتك يا دكتورة منار. احنا طبعا اليوم هيستمر انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية فترات النهار وفترات الليل، وده بسبب استمرار تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة كمان لوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحرك جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فبالتالي بنحس كمان بالأجواء ما بين الباردة إلى مائلة للبرودة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء ومعتدلة على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون خلال فترة النهار، لكن فترات الليل وخاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى ما بين 8 و9 درجات، محافظات شمال الصعيد 5 و6 درجات، وسط سيناء بتوصل للصفر وأحيانا تحت الصفر، فأجواء فترة الليل شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، قارصة البرودة في المدن الجديدة شمال الصعيد وسط سيناء، الصقيع بيتكون على الصراعات الموجودة وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد ومحافظات شمال الصعيد بسبب انخفاض درجات الحرارة الملحوظة. كمان مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا في فصل امطار مستمره من الامس وهتكمل معانا اليوم، امطار متوسطه في المنطقه المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري، ممكن تزيد عن المتوسطه وتصبح غزيره في بعض المناطق وبعض الفترات من اليوم، امطار ما بين كيفا ممكن تكون متوسطه على محافظات الوجه البحري ممكن هناك ايضا الامطار هتمتد خفيفه لبعض الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وتبدا في التلاشي مع سطوع الشمس يعني تقريبا ان شاء الله ساعه ساعتين تتلاشى الشبوره من على اغلب الطرق ان شاء الله. في الاحوال الجويه هيكون يوم الجمعه القادمه، لان عباره من الجمعه القادمه يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره فتره النهار، هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، هنبدا نحس بالاعتدال والدفء فتره النهار، لكن فترات الليل هتظهر فيها درجات حراره منخفضه. تمام، طيب يعني هنبدا نحس بتحسن طفيف في درجات الحراره ابتداء من يوم الجمعه يا دكتور منار. بالفعل من يوم الجمعه تبدا درجات الحراره ترتفع بحوالي من درجتين لثلاث درجات، متوقع ان احنا نسجل عظمى على القاهره الكبرى ما بين 18 و19 درجه مئويه فتره النهار، فترات الليل هتظل منخفضه 10 درجات، طبعا هنشعر بالتحسن لان هتتلاشى فرص سقوط الامطار، هنبدا نشعر بزياده فترات سطوع اشعه الشمس. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9، أما في العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 8. في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 16 الصغرى 10، وفي العلمين الجديدة درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10. أما في مطروح فدرجة الحرارة العظمى هتكون 15 والصغرى 11، وفي دمياط درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10. في بورسعيد العظمى 16 والصغرى 11، أما في الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى هتكون 17 والصغرى 7.
نروح للسويس، درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9، أما في العريش درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9، في كاترين درجة الحرارة العظمى 9 والصغرى ماينس 1 أو 1 تحت الصفر، وفي طابة درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10، في حلايب درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14، أما في شلاتين درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى هتكون 13، في شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 12، أما في الغردقة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11. نروح للفيوم، درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 6، أما في بني سويف العظمى 17 والصغرى 6 أيضا، في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 6، وفي أسيوط درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 5، في سوهاج درجة الحرارة العظمى هتكون 19 والصغرى هتكون 6، أما في قنا العظمى 21 والصغرى 9، في الأقصر درجة الحرارة العظمى هتكون 21 والصغرى هتكون 9، أما في أسوان فالعظمى هتكون 21 والصغرى 10. ودلوقتي نرجع تاني لمنة وشاذلي وتكملة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هاله.